احنا الاساتذه النواب بولايه سوسه كيفنا كيف الاساتذه النواب بكل الولايات في تحركات متواصله واحتجاجات بالمندوبيات الجهويه للتربيه. مطلبنا الاساسي هو ابناء على دفعات مثل زملائنا المعلمين النواب، كلنا ابناء الوزاره، وزاره التربيه خذت 6300 معلم نائب على 3 دفعات، واحنا 800 استاذ نائب فقط، والبقيه الناس اللي تخدم على الوزاره النيابات منذ سنه 2008 نتسائلوا شنو مصيرها. احنا ولينا نحسوا روحنا مفروضيا تربويا، ولن نسكت على هذا الظلم، ونحن في تصعيد. زملائنا في ولايه المهديه المندوبيه الجهويه للتربيه بالمهديه قاموا باضراب جوع، زملائنا في المندوبيه الجهويه بالقيروان قاموا بعديد محاولات انتحاريه، والبارح خرجوا في مسيره في اتجاه الجزائر بعد الظلم اللي حسوا به، وتوقفت هذه المسيره بتدخل من أطراف من المجتمع المدني وربط حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب. وغدوة إن شاء الله باش يكون عنا تحرك وطني في القصبة، ولن نتراجع على مطالبنا مهما كلفنا الأمر.